أكيد في هذه اللحظات مهم جدا أن نعرف بأن الحقيقة في نهاية هاي السنة تتبين. دائما الله يحبنا كلش وبنفس الوقت يضربنا راجدي. الله يعطينا شيء وبعدين يعلمنا شيء آخر. دائما خلوها ببالكم، إذا ما تدخلون في جو الصلاة الحارة ما راح يتحقق هذا الشيء. المرأة اللي رحمها يابس راح ينطيها الله خصوبة، قد ما تكون على صعيد الرحم، قد تكون على صعيد القلب، على صعيد الحياة. المهم الله ما يعوفنا يابسين، دائما حيث اليبوس راح يجي الله ويشتغل في حياتنا. لاحظوا أنتم ايش دي يصير. دائما نشوف بالعهد القديم أنه الله يفضل أنه يأخذ مختاري ويدخلهم الأعماق. لغة الأحشاء، يونان تعلم لغة الأحشاء، فهم شنو معنى بطن الحوت. يسوع فهم شنو بمعنى بطن الموت. ودائما احنا نولد بالانتظار، بس المشكلة الكبيرة أخوتي وأخواتي، ماذا تفعل لما تنتظر الله؟ في أثناء الانتظار ما يصير تقعد هيجي رجل على رجل وتقول انتظر مواعيد الله تتحقق. لازم تبقى تشتغل، تبقى تزرع، ويمكن ما تحصد، يمكن غلة مالتك ما تكون هالقد، يمكن أكلها الدود. بس أنت دائما إذا عيونك لي فوق تتذكر مثل الزارع، يقول الزارع كان يشمر البذور هيك بعينه لي فوق، بحيث ما دا يعرف على أي أرض دا يشمر. هذا إنسان ما منطقي، لكن في معنى الكتاب المقدس ومعنى حياة الله، عيونك من تكون فوق معناها أنك أنت دا تدور على مكانك. هواية ناس تفكر بأنه هذه الحياة زائلة، صحيح، بس إحنا لما نروح يم الله، نروح يم الله حيث الغبطة، حيث الفرح. وطبعا دائما خلوا ببالكم، كثير من عندنا يفكرون بأنه الإنسان هو جسد يمتلك روح، ولكن إخوتي وأخواتي تذكروا شيء واحد، أن الإنسان روح يمتلك جسد، فالروح قبل الجسد. مو انك تكونت ببطن امك الروح تكونت ويا الجسد. الروح هي في فكر الله. ولهذا احنا اليوم لما نجي نصلي بالكنيسه، لما نصلي في غرفنا، خلينا نتذكر الروح اللي دي يتحرك بمحوريه داخل الجسد. الجسد راح يروح بس راح يبقى شكل الجسد، ولما نصعد يا ما الله راح نصعد باجسادنا هذه، ما نصعد ارواح. واحد يشوف الله، واحد يعرف الله، ولكن المعرفة ما راح تكون على صعيد أرضي أنه الجسد، وإنما الروح. اليوم كل شغلنا هذا، كل أزمنة الكنيسة تريد تعلمنا أنه شلون أنت تقدس الروح قبل الجسد. هذا الجسد يروح بس الروح راح ترجع لله، راح ترجع محملة بشنو؟ ترجع محملة بمواعيد، ترجع محملة بأعمال قمت بها، بها رحمة، بها فرح، بها نعمة. بس أقول لكم شيء واحد، تأملوا بس بمشاعر زكريا اليوم انطلع من الهيكل. أنا بالنسبة لي أقول أنه رجع على مرته، قاعد يم مرته ما عنده صوت، خرس. قالت له صار، قال اعطيني هذا اللوحة اكتب لك. كتب لها القصة كلها. قالها يا مرة اليوم صار شيء عجيب، دا يكتب. قل اشكر الله انه الله اختارني انه اقدم له البخور. بس بحرامات طلعت اني كنت اتصور نفسي احسن واحد بين جماعتي بالايمان، طلعت افشل واحد. دخلت أني قدمت البخور وشفت وطلع لي الملاك وبشرني، بس أنا ما صدقت بالله. شلون يا مرة ما أتصدق بالله؟ شلون ما أتذكر الصار بإبراهيم والصار بشمشون وبحنة وبراحيل؟ إيش صار بي؟ ليش انثولت؟ ليش أنا ما أتذكرت هالأحداث؟ بس أنا أقول لك فرحي، بعد ما يسموك عاقر، الله خلى حيخلي البذرة ببطنك. احنا راح نجيب طفل ونسميه يوحنا. فرحي، الله ازال عارج والله راح يفرحنا، وهذا الابن راح يكون مميز لانه راح يحضر الطريق للمسيح، للمسيح. الشيء الوحيد اللي اقول لك اياه، انت ايمانك اعظم من ايماني. وبالفعل اذا تقرون مزمور 113 كان دائما تردد الاصابات، كان يقول دائما يا رب أزل العار عني.
مؤمنة إلى آخر لحظة أنه الله راح يزيل العار عنها ويخليها تحبل، لأنه عند اليهودية المرأة اليابس رحمها هي امرأة تحمل عار. فش قد إحنا ناس يابسة وعندنا عار بداخلنا نخاف نراوي للناس، هواي أمور بالخفية سويناها، هواي أمور غلط، بس الله يحبنا بالرغم من كل هالأمور. ولهذا مواعيده، إذا إحنا غلطنا، إذا إحنا وقعنا، ضعفنا، راح تبقى ثابتة وراح يبقى يحققها يوم بعد يوم. يبقى لك بس عيون هاي سدها وافتح عيون القلب وتدخل في أعماق الله. نعمة الكلمة، الروح تعمل فينا، وإن شاء الله هذا الزمن يكون زمن النعمة، زمن زكريا، زمن الإصابات، زمن يوحنا، وبعدين راح يجي زمن يسوع اللي هو قمة الأزمنة الحية. لحظات صمت نتأمل حياتنا بأن نكون قديسين في هذا العالم.